السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في برنامجنا أحلامنا الجميلة. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. والنهاردة إن شاء الله دي حلقة جديدة بعد غياب طويل معاكم، لكن أنا عمري ما نسيتكم. وأنا الحمد لله مبسوطة إن أنا موجودة معاكم جدا جدا جدا. والنهاردة إن شاء الله إن شاء الله كل اللي عايز يفسر حلم ويا رب يكون أحلام جميلة عليا وعليكم إن شاء الله يتفضل معانا. إن شاء الله هتنزل دلوقتي التليفونات وهتنزل الأرقام وهينزل كل حاجة على الشاشة للي حابين يتواصلوا معايا ومنورين الدنيا كلها. أعزائي المشاهدين، النهاردة أنا هفسر لكم حاجة اسمها رموز. رموز دي حاجة في الأحلام. إحنا كلنا بننام ونصحى على حاجات كده ما نعرفش معناها إيه. رمز مثلا نقول إيه، الأكل إيه، رمز الألوان نفسها، اللون اللي انت شفته في المنام ده بيرمز لإيه، ده ليه رمز. الأكل اللي انت بتاكله، كل نوعية أكل بتاكلها لها رمز. الشرب، حتى المية، حتى الهواء، حتى النفس اللي انت بتاخده، كل حاجة في الرؤية أو في المنام ليه رمز. طبعا احنا عارفين كلنا قبل كده انا شرحت كتير ان الرؤية حاجة والحلم حاجة. الحلم ده بيبقى من الشيطان، بيبقى احيانا بني ادم نايم واكل اكلة تقيلة في رمضان مثلا، متسحر سحور تقيل جدا وبيبقى ما هضمش وبينام، فبالتالي بيشوف كوابيس مزعجة وبيشوف حاجات كده غريبة ملخبطة مش عارف. دي بنقول عليها اضغاث احلام. أضغاث الأحلام هي كل حاجة أنت فيها لخبطة، فيها مش فاهم معناها. لكن الرؤية دي بتبقى من ربنا سبحانه وتعالى، دي بتبقى حاجة جميلة جدا ربنا بعتها لك، إما بيبشرك بحاجة حلوة أو بيبعت لك حاجة بينذرك اوعى تعمل الحاجة دي، اوعى تقرب على المنطقة دي. وده لازم البني آدم ياخد باله قوي 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 إن دي بتبقى رسائل من الله عز وجل. تعالوا نشوف مثلا رمز ايه. رمز الاكل في الحلم ليه معاني كتيره قوي. انت وانت نايم كده ساعات تقوم تشوف بتاكل ايه، باكل مثلا نقول اكل فيه لحمه، فيه لحوم وفيه اسماك وفي ده رزق كتير قوي 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 جاي لك. بس طريقه الاكل هنا بتختلف. يعني لو انا باكل لحمه نيه شويه، اعرف ان عندك مشاكل جامده جدا ونكد، والعياذ بالله، ربنا يكفينا وإياكم شر النكد وشر مشاكل الدنيا كلها طبعا. لكن لو بتاكل الحاجة كده لذيذة وطعمة وطعمها حلو وبسهولة كده وسلاسة وبتمضخها كده بطريقة ظريفة، اعرف ان حياتك ماشية حلوة قوي، وان لو في مشروع او في اقدام على شيء شيء ما، يعني هتلاقي نفسك انت ماشي في الطريق الصح. أول اتصال معانا يا جماعة هبة من الشرقية. أهلا وسهلا يا هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولو سمحت أنا عندي حلم وعندي استفسار. قولي يا حبيبتي. لو سمحت تملي بشوف ملابس، إن أنا بشوف هدوم سواء عبايات ملابس يعني. تمام. كأنها قدامي. بس ما بشتريش منها، بتكرر الحلم ده كتير جدا، إن أنا بتفرج على ملابس دايما. بس ما بجيبش. طب حاجة يعني الملابس دي شكلها إيه يا هبة؟ شكلها إيه؟ ملابس جديدة، حاجات حلوة يعني، بس أنا ما بشتريش. متطبقة، منشورة، ممكن دريسات. إيه؟ متطبقة، منشورة، محطوطة، متعلقة. متعلقة معروضة. معروضة في السوق يعني. أنت يا هبة بتفكري في موضوع أو عندك شغلانة أو عندك حاجة إن شاء الله عايزة تخشي فيها، بس لغاية دلوقتي ربنا لسه ما ناولكيش اللي ببالك، صح كده؟ في موضوع انا بقول لك لسه لغايه دلوقتي ربنا ما ناولكيش اللي ببالك. اول لما تشتري الحاجه اللي انت بتتفرجي عليها في المنام وتعجبك ان شاء الله يبقى موضوع ربنا هيوفقك فيه ان شاء الله، سواء بقى دراسه، سواء خطوبه، سواء جواز، سواء شغل، اي حاجه ايا كان من هذه الاشياء، فربنا يوفقك يا رب. عندي حلم بقى الصراحه. قولي يا حبيبتي. انا والدتي متوفيه، كانت مرات اخويا حلمت هي قاعده معاهم كده، هي واختين اللي هي اختين تانيين قاعدين معاها، بتقول لي لابسه جلابيه جديده مش من اللي عندها يعني، وكلها ورد كده، جلابيه شكلها حلو يعني، وقاعده معاهم وبياكلوا بلح طب يعني. الله. فهي
ادت مرات اخويا نص كيس تمر كده بسم الله ما ورجعت شاء خدت الله، منها 3 بلحات. الله هي اكبر. بتقول لها ليه يا ماما ما انت اللي مديهمني ومش عارفه ايه وبتهزر معاها وكده، رجعت خدت منها 3 بلحات عنتهم. وبعدين مامتي بصت لاختي وبتقول لها وانت مستخسره فيها ال50 جنيه بتاعت الشيبسي. فمرات اخويا بتقول انا هبعت اجيب لها على اساس ان هي عايزه، وبعدين تقول لا فهمت ان هي عايزه تبعتهم لبنت اختي شيبسيهات وتعيشات وكده. ايوه فانا قلقانه من حته ان هي عايزه، بتقول لها مستخسره فيها ال50 جنيه. لا لا لا، هي الموضوع ما فيهوش اي حاجه وحشه ان شاء الله، هي كلام عائلي يعني في العيله عندكم، كلام بين مامتك واخواتك، اخواتك وحد تاني من برضو من عيلتكم، ولان البلح ده يا ورث يا حاجه كده، فلوس كتير جايه لكم ان شاء الله، فيها رزق، رزق واسع قوي ان شاء الله. هي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، بس هيبدأوا يتحاسبوا يحطوا حساباتهم قدام عينيهم، بمعنى ان هيبقى في تقسيمة، هم ليهم تقسيمة بينهم وبين بعض، والخلاف هيحصل هنا بس ان شاء الله مش هيحصل نكد ولا مشاكل، هو شيء من الجدال يعني، هيحصل بينكم وبين بعض شوية كلام مش اكتر ولا اقل. يعني هي مش حاجه خاصه بماما يعني. لا يا حبيبتي، ومش حاجة وحشة ان شاء الله، وحاجة حلوة وجاي لكم رزق كتير. هي ماما عايشة يا توتا؟ لا مو متوفية. الله ربنا يرحمها رحمة واسعة. يبقى الفلوس اللي جاية دي جاية من ناحية مامتك، يبقى ماما طالبة بعد الفلوس اللي هتطلع دي والله أعلم، أو في عيلتكوا في مبلغ هيطلع من حد، لازم تعملوا لها صدقة، لأن هي طالما قالت لك ال50 جنيه دي أنتوا مستخسرينها أيوة، فيا. هي أختي ديت ورثت فعلا بعد ما كان لها ورث وخدته كده، تمام. اللي هي كلمتها. يبقى هي ماما عايزة إيه؟ عايزة صدقة. هي دلوقتي بتطلب منكم ان الحاجه اللي طالعه دي يا ريت ما تروحش كلها كده يعني هباء منصوره زي ما بيقولوا، لازم يطلع لها حاجه من ورا الشيء اللي هيطلع ده، وان شاء الله حد فيكو نشوف مين اللي هيطلع من نصيبه الورثه او النصيب او يعمل لها صدقه جاريه بمقدار مش هنقول 50 جنيه اكتر اقل، الله اعلم، وربنا يدينا ويديكوا الخير ان شاء الله. بس كده، هو ده كده اللي شافته الأستاذة. كل التمر يا جماعة في المنام حاجة حلوة قوي، التمر ده رزق، ولما بيبقى راتب بيبقى رزق مؤقت، بمعنى حاجة جاية لك من شغلانة على غفلة، وخلصت الشغلانة وخلص الفلوس، جات لك فلوس وخلاص والحمد لله، سواء كده ولا كده، هي فضل وعدل من ربنا. لكن لو حاجة جافة زي ما بيقولوا، اللي هي بينشفوها ويتركوها في مكان التخزين، ده بيبقى رزق دائم دائم، بمعنى انك انت مثلا لو عندك مبلغ من المال تقدر تحطه في بنك او تحطه في بتاع ده، في رصيد يعني عموما في اي مكان، وتقدر يجي لك منه شيء ما رزق على جنب، بتحطه في تجاره، بتحطه في حاجه، وتقدر بعد كده تستفيد منه كل شهر من الفوائد بتاعته او الحاجه اللي بتجي لك منه، يعني معناها حلو قوي قوي. وطبعا هي لازم تتصدق زي ما احنا ما قلنا، لازم تطلع صدقة، والصدقة دي تبقى لوجه الله خالصة، لان ده حق امهم عليهم، هي حقها وهي عايشة ان هم يبروها، وهي ميتة كمان، لابد من بر الامهات والاباء يا جماعة، لان الناس نسيت الكلام ده دلوقتي، ودي حاجة يعني عملت مشاكل كتير في الدنيا وقلبت الدنيا، والفتن كترت بسبب ان احنا نسينا بر الامهات والاباء، نسينا حاجات حلوة كتير في حياتنا المفروض ان احنا نعملها من غير كلام ومن غير ما حتى حد يطلب مننا، حتى لو مش طالع لها فلوس، المفروض هي تفكر في امها، يعني ده واجب عليها، واجب عليها، لان دي امها اللي جابتها في الدنيا وهي سبب وجودها في الحياة، والمفروض يكون ليها حق عليها، يبقى ابسط الحقوق لينا او علينا ان الابناء او الاولاد يبروا ابائهم وامهاتهم وهم عايشين وهم ميتين، ويا رب يجعله خير ليكم وخير عليكم ان شاء الله، وتكون احلامكم جميله زي اسم برنامجنا. دلوقتي احنا كنا بنقول الرموز، من ضمن الرموز قلنا الاكل، والاكل فسرنا فيه معنى البلح في الاتصال اللي فات. الاكل عموما قلنا لو بتاكل الاكل كده وحاسس بطعم حلو وجميل ومستصاغ وحاجه لذيذه، واكل فاتح كده ومش مليان اعوذ بالله تراب او حاجه منافيه للطبيعه، اعرف ان الامر اللي انت ماشي فيه امر سهل وجميل وبسيط، وفيه كله رزق وكله خير. زي ما قلنا اللحمه والمأكولات عموما طيب معلش معانا دلوقتي تليفون تاني، الحاجه فاضيه؟ اهلا وسهلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حاجة فادية، عاملة ايه؟ سنة حضرتك رمضان كريم. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله أكرم، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك، اتفضلي معانا. حضرتك الحمد لله. أنا حضرتك أنا شفت رؤية إن أنا طايرة في السماء كده. ماشي؟ إن أنا طايرة في السماء ومتربعة، قاعدة متربعة كده. وكنت بصلي وقاعدة أقول قال الله وقال الرسول، يعني قول يعني بذكر ربنا يعني الرسول كده عليه الصلاة والسلام. حاجة جميلة ما شاء الله. دي رؤية بس دي الرؤية الأولى يعني. طيب ممكن توطي التلفزيون يا حاجة فادية شوية عشان نعرف نسمعك؟ حاضر ماشي. حاضر أهو خلاص. معاكي يا حاجة فادية. اتفضلي. وطيت حضرتك. اتفضلي. الرؤية الثانية إن أخويا شاف أول إمبارح إن أنا وهو رايحين عمرة وبنته الصغيرة اسمها خديجة. وهي ست يعني متوفية يعني وكانت معانا. وشاف ان هي لابسه حذاء جديد وبتجري وهو بيجري معانا وبيقول له بروح يعني احنا من عمره والبيبان بتتفتح كل يوم قدامنا بيبان كتير وما فيش حرس ما شاء الله ما شاء الله ما فيش حرس يعني واقف لحد يخش يعني البيبان واحنا بنجري وايه ما شاء الله ما شاء الله ورايحين من عمره وكده ما شاء الله بس كده هي هم دول الرؤيتين تمام كده يا حاجه فاديه؟ شفت ان الشعراوي الله يرحمه شفتي ايه الشعراوي كان ايه يبني لي مسجد يبني لي مسجد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله في رمضان ما شاء الله ما شاء الله انت ايه يبني لي مسجد وقمت اتسحرت في الحقيقه ونمت تاني لقيته بيكمل لي في قلب الرؤيه بيبني لي المسجد برضه بسم الله ما شاء الله لا انت رؤيتك حلوه قوي يا حاجه فاديه وجميله جدا وربنا بيبشرك بحاجه حلوه يا حاجه فاديه خليكي مع ذكر الله خليكي مع ربنا خليكي ترفعي وخليكي كده في منزلة دايما زي اللي انت شفتيها فوق السحاب كده وانت قاعدة مربعة والسحاب ماشي بيكي او طايرة زي ما بتقولي من غير جناحة ومن غير وان ده هي دي منزلتك ان شاء الله طول ما انت بتعملي عمل كويس طول ما انت بتذكري ربنا وبتذكري الرسول صلى الله عليه وسلم وتخليكي بعيدة عن الناس ومشاكلها وهمومها وده قال وده عاد بصي طول ما انت كده مترفعة كده لوجه الله عز وجل وما بتاخديش حد بعمله وما بتسقيش للي ظلمك وخليكي كده بذكر ربنا عايشة كده طايرة فوق السحاب زي ما بيقولوا دي رسالة حلوة ليك يا حاجة فادية معلش يا جماعة معتذرة طب وريت أخويا لا والله هو أخوكي طبعا عايش صح كده ها عايش طيب ماشي هو المهم ان انت ان شاء الله انت واخوكي ربنا مبشركم بحاجه حلوه يعني ان شاء الله هو هيطلع يعمل عمره او هيحج حاجه من الاثنين ده التفسير الاولاني ماشي كده التفسير الثاني خلاص يا حاجه فادي احنا بنشكرك هكمل تفسير بعد ما تقفلي معايا شكرا يا حاجه فادي الرؤيه الثانيه انك انت ان شاء الله في عندك تفسيرين تفسير انك انت حجه وعمره ان شاء الله لاخوكي او ان شاء الله في مشروع او في حاجه ربنا هيفتح لكم الابواب المقفوله كلها يعني هو خير قوي 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 من عند ربنا وحاجه جميله وحاجه حلوه وان شاء الله بامر الله طيب معلش يا جماعه انا بعتذر ممكن نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني فاصل ونعود اهلا بيكم ورجعنا تاني معلش يا جماعة أنا بعتذر التكييف كان عالي شوية وإحنا بعد الفطار والدنيا أنتوا عارفين الجو لما بيبقى برد شوية فأنا بعتذر لكم ونرجع تاني نتكلم عن الرموز معاكم اتصال معنا أم علي أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله إزيك أنت طيبة رمضان كريم الله أكرم لو سمحت أنا عندي حلم كده عايزاك حضرتك تقرأهولي اتفضلي لو سمحت انا حلمت بخيط ماما
وماما واقفه جنبها بسرعه وانا بسلم عليها وبتقولي ما تتاخريش. خالت ماما دي متوفيه. انت حلمتي بخالت مامتك؟ تمام. انا بسلم عليها في الشارع. حلو. وماما واقفه جنبها انا سلم بسلم على خالتها يعني خالتها دي متوفيه. تمام. بتقولي ما تتاخريش. قلت لها امشي وسبتها ومشيت وماما واقفه جنبها. تمام. سبت ماما معاها ومشيت. انت بس قلقانه يعني؟ ايه؟ انت حاسه انك قلقانه على ماما صح كده؟ ايه حضرتك؟ انت قلقانه على مامتك عشان انت حلمتي انك انت شفتي مامتك وسبتيها معاها في الشارع. انا سايبها معاها يعني كانت ماما تعبانه وكده يعني بقى لها فتره. انت قلقانه على مامتك كده؟ بس انا اللي سلمت على خالتها يعني. تمام. انت قلقانه على مامتك وخالتك دي مش معناها خالتك المتوفيه، ممكن تكون حد من اصحاب مامتك الله يرحمها، يعني ربنا يديها الصحه ويبارك فيها، مش خالتك الله يرحمها، لا ممكن يكون حد من اصحابها، لان الخاله جايه من الخل الخليل. الخاله جايه من الخل او الخليل الصاحب يعني. تمام. فهي مش شرط تكون خالتك بمعنى خالتك، لان الرؤيه ليها كذا تفسير وليها كذا شق. هي مش خالتي، هي خالتها هي او خالتها هي، بمعنى خل او خليل يعني صاحب. تمام. فانت بس الرؤيه بتفسر قلقك على تعب مامتك. انت قلقانه من حاجه، وعموما الحاجه دي انت بقى بتتصدقي بتطلعي صدقه ان ربنا يشفي مامتك، ان ربنا يزيح عنها، ان ربنا يرفع مكانتها كده يعني. يعني انت في ايديكي كل ده، ومعروف ان الدنيا يا جماعه الدنيا لا هي دايمه على طول ولا هي قافله على طول، وهو ان شاء الله خير مش حاجه وحشه يعني. انت ما تفكريش في حاجات ما تفكريش في حاجات سلبيه. بمعنى ان الحياه معروفه هي ايه، شوية حلوة وشوية مرة وشوية فوق وشوية تحت. احنا عايشين في الدنيا يا جماعة يعني كلها بأقدار الله عز وجل. اللي بيغير القدر ايه يا أختي؟ الدعاء. أيوة. عليكي بالدعاء ليها، وأشكرك وإن شاء الله يكون خير ليكي وعليكي وخير لينا جميعا يا رب. ألف شكر. دلوقتي هي رؤيتها يا جماعة بتعبر عن إن هي قلقانة وخايفة لأن مامتها تعبانة ومريضة، فطبعا هي من حقها، اي بني ادم او اي كائن حي بيفكر في اللي منه، معروف ان عندها مشاكل عندها كذا عندها كذا، فشيء طبيعي دماغها مش هتبطل تفكير. لكن هنقول ان هو خير ان شاء الله، وهي بس تتصدق وتدعي كتير ربنا، وربنا يقدم لها الخير ان شاء الله. دلوقتي الرموز برضو قلنا اللحمة والمأكولات البحرية والمأكولات اللي هي مثلا اللحوم عموما، ده رزق ورزق جامد قوي 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 قوي، وخصوصا نقول المأكولات البحرية، لأن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتاكل نية وما يبقاش فيها شائبة يعني أو فيها كلام المأكولات البحرية، سواء سمك، جمبري، استاكوزا، رزقنا الله وإياكم. فالمأكولات دي بصراحة يعني من الحاجات اللي احنا نقدر نقول ده رزق كتير قوي 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 قوي، وخير كبير جاي للبني آدم من غير تعب أو من غير مجهود. لكن بالنسبة اللحوم اللي هي زي لحمة الخروف أو الماعز أو اللحوم اللي بتستوي أكلها طبعا مستوي، دي بتبقى حاجة جميلة وحاجة حلوة وبرضو رزق، بس فيه شيء من المشقة شوية لأنه بيبقى ني وبيحتاج أنك أنت عشان تسويه بيحتاج طهي عالي، فبالتالي بياخد مجهود، هو بيبقى الفرق بينه وبين اللحمة النية أو اللحمة المستوية. وكمان أن السمك ممكن مجرد ما حطيته على النار بيستوي، فده معناه أن ده رزق سهل سلس. معانا الأستاذ عفاف من هنا، تفضلي اتفضلي يا استاذ عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن تسمعينا من التليفون؟ لا ممكن تسمعينا من التليفون، وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون لو سمحتي. ايوه يا حاج عفاف معاكي. لا سمحتي، انا بقالي 10 سنين خلصت جامعه. تمام. زميلي في الجامعة بس ما بعد أخبار اتقطعت مني، لابس جلابية بيضة. حلو. لابس جلابية بيضة وأنا لابسة طرحة بيضة وعايز يشوفني، بس أنا مش موطى، بس بعد خلاص شافني. أنت عفاف مخلصة جامعة بقالك 10 سنين صح كده؟ مش متزوجة لسه.
ده خير جايلك يا عفاف، خير جايلك، خير جايلك يا عفاف، خير جايلك يا عفاف. اشكرك وهفسر لك. حاضر الرؤية يا عفاف، انت في انتظار مفاجأة سارة، وان شاء الله ربنا بيمهدها لك. ان شاء الله قريب هتسمعي حاجة حلوة، والحاجة دي جاية مثلا عن طريق حد قريبك، حد زميلك من فترة طويلة ما سمعتيش عنه، وان شاء الله بأمر الله هيبقى في خبر حلو ليكي. بس اجتهدي في الدعاء يا عفاف، اجتهدي كده، احنا في شهر مفترج وكريم كده، ربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله. اجتهدي وصلي كده ركعتين قضاء حاجة، وربنا هيحقق لك أحلامك وهيحقق لك أمالك إن شاء الله بأمر الله. أيوة معانا أستاذ محمد. أيوة مع حضرتك يا فندم. اتفضل. ألو. أيوة كل سنة وأنت طيب يا أستاذ محمد. والصحة والسلامة يا فندم. رمضان كريم. والله أنا ندمت تحت حامد بحلم يعني اتفرقنا وكده ومش عارف إيه وأسباب كده مالهاش لازمة الواحد يقولها. وشفت مشاكل وبتاع، فبصيت لقيتها يومين ما عداش اسبوع وخلي بعضها ومشي. فطبعا بعد ما مشيت بقت ترجع تاني، يعني حولت الحلم بتاعها حقيقه، مش عارف. وكل ما نقول لها ترجع مش قادره ترجع. دي زوجتك يا محمد؟ زوجتك؟ لا زوجتي. زوجتك انت؟ اه تمام. فطبعا كل ما نقول لها انت مش حقيقه ده حلم عادي يقول لي لا خلاص كده كل واحد يروح لحاله. وحكيت معاه كده مره انا واهلي والناس يعني وما رضيش عليه. ربنا يهديها لك يا محمد، ربنا يهديها لك. ماشي. الحته الثانيه حكمت ان والدي جايب لا اسبوعين برضه بعجل جاموس كبير ومنفوخ. قلت تعالى يا محمد بص شوف العجل ده. قلت له يا ابني منفوخ ما ينذبحش. قال لي لا ده العجل ده ينذبح ولحمته كويسه. قلت له ده مش عارف. وبعدين بعديها بعد ما غضبت حاولت اخد ان هو واحد جابها لي واحد تعرف كبير كده وشكله مش غريب وجابها لي متكتفه من ايديها ورجليها جوز مراتي يعني. ايه الحته الاخيره دي ايه؟ بتقول ايه؟ ها؟ الحته الاخيره دي جاب ايه وجرها؟ هو واحد جابها لي بعد ما غضبت عني واحد جابها لي تمام متكتفه من ايديها ورجليها. اه طيب ماشي ماشي يا محمد. لا يا بنت الحلم الحلم ده لا ده حقيقه وفضحت الدنيا وقريت. طيب شكرا يا محمد. حاضر هفسرها لك يا محمد هرد عليك. شكرا. بص يا محمد انت دلوقتي في مشكله مع مراتك وابوك جالك ظهر لك في الرؤيه، ده معناها الموضوع لازم يبقى فيه جديه شويه من ناحيتك. انت كده شكلك مزعلها قوي وشكلك ممكن تكون عملت حاجه غضبتها. طبعا انت عشان خاطر الموضوع ده يتحل وربنا يكرمك، طبعا رجوعها متكتفه والكلام ده كله، يعني هي هترجع بس هترجع بغصب عنها، هترجع وهي متكتفه متضايقه. انت لازم تتصدق يا محمد موضوع العجل وانه لازم يتذبح وحاجه جميله. انت عندك حاجه في بيتك تتصدق بيها، سواء تذبح حاجه لوجه الله او تطلع حاجه صدقه بينك وبين ربنا عشان خاطر ربنا يفك الموضوع ده. يعني لما مراتك ترجع ترجع وهي نفسها راضيه مطمئنه والدنيا تبقى حلوه، واحنا في شهر مفترج يا محمد وما تزعلهاش، خلي ربنا يكرمك. والرسول قال ايه؟ انا خيركم وخيركم انا خيركم لاهلي وانا خيركم. الرسول قال كده عليه الصلاه والسلام، ولازم تقتدي بيه. واحنا في شهر مفترج وشهر جميل ولازم تعمل كل حاجه حلوه قالها لك دينك وقالها لك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعموما يعني انت المفروض تراضيها من غير حاجه يا استاذ محمد. يعني معانا اسراء من اسكندريه. اتفضلي يا اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك كان عندي حلم عايز افسره. اول حلم جبتي حامد كان بيتكلم في البيت وبقول لها يا ماما المطبخ كان رصيخ. لا مش سامع معلش تاني كده قولي. سامعني؟ اه كملي كده بس بصوت مفسر. هي جبتي حلمت ان انا جايبه من المطبخ وبقول لها يا ماما لا لا اقفي في حته فيها شبكه يا توته عشان كده انا مش سامعاكي حلو. الو ايوه سامعيني كده تمام؟ سامعاكي بس اتكلمي بشويش. خدي نفسك خدي نفسك. الو سامعاكي يا حبيبتي اسمعي بس خدي نفسك وانت بتتكلمي بالراحه. والدتي حاجه انا عندها في البيت وبقول لها يا ماما المطبخ مليان صراصير كبيره.
تمام 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 ده حلم شفتيه. اه ده اول حلم شفتيه. اه اول حلم من حلمته. اه تمام. بعد كده الحلم ده الحلم الثاني. جوزي حلم ان هو واقف مع جماعه اصحابه وفي منهم واحد بيسلم على كل اصحابه ولما ده سلم عليه سلم عليه بيده الشمال. بس كده ما لا الحلم الثاني ده برضو الصوت يعني انا ممكن افسر لك الاولاني شوف الثاني معاكي برضو. شكرا شكرا هفسره لك. يعني هو انت عندك مشاكل في البيت، عندك مشاكل في البيت من ناحيه اهل مامتك من ناحيه اهل اخواتك، فانت بس محتاجه تجتهدي في حل المشاكل دي من حيث انك انت تراضي جميع الاطراف او انك يعني انا يا جماعه برضو انا مش بشم على ظهر ايدي او بقول لكم اعملوا ايه يعني انا لا، بس انا اللي بقوله لك اللي بقدر اوصله لك انك انت تتصدقي، واحنا في شهر الصدقات وشهر الزكاه، يعني المفروض اللي يحس ان هو قايم من الرؤيه او من المنام في حاجه مضايقاه بيدفل على ايده اليسار ثلاث تفلات ويستعيذ بالله من الشيطان وما يحكيش لحد، وخصوصا لما تكوني حاسه ان الحاجه دي ممكن تكون مشكله بحقه حقيقي، وفي نفس الوقت ابدأي تودي وصلي ركعتين لله وطلعي صدقات. ده اللي انا اقدر انصحك بيه، وتبقي حكيمه وتبقي عاقله في تصرفاتك مع اخواتك او مع قرايبك او حتى مع اصحابك. لان يا جماعه ده احنا بنؤجر عليه، يعني البني ادم قال لك والقازمين الغيظ والعافين عن الناس. كل ما البني ادم يقدر يحل مشكله يحلها، ده مش عيب ومش غلط. معانا مرودينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. انا كان عايزه حضرتك تفريج الحلم هو اتكرر معايا مرتين. اتفضلي. انا كنت اول يعني انا حامل. تمام. فاول حمل حلمت ان في امرين في السماء. حلمت اول حاجه يعني عاصفه كده، فبص في السماء راحت فتحت دايره كده في السماء الغيم، فلقيت بصيت لقيت هلالين. لقيتي ايه؟ هلال. هلال تمام. هلالين في دايره واحده في اول الشهر. بسم الله ما شاء الله. بعد كده راح قفلت، فبنادي على جوزي بقول له تعالى شوف بص على الهلال بص على الهلال. هو ما جاش بصراحه، فانا كنت فرحانه بيهم جدا. بعد كده قفلت السماء فتح دايره ثاني بقى وقمرين. انت حامل في توأم يا مرودينا؟ انا حامل في توأم بصراحه. انا لسه بقول لك يا مرودينا هي الرؤيه مفسره نفسها يا حبيبتي، انت حامل وغالبا ولدين والله اعلم. بس انا والله بصراحه كتبت وقال الدكتور يعني احتمال بنتين. لا هم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولدين بنتين، يعني ده رزق من عند رب العالمين وربنا يعينك عليه اهم حاجه. الحمد لله. اتخرجت معايا تاني شفتهم ان هم في السماء. تمام. قمرين بس في نص القمر مش كامل يعني نص القمر. نص القمر؟ وبيلفوا هم الاثنين تمام اتجاه قلب الساعه. تمام شكرا شكرا يا مرودين هفسر لك بقيه الحلم. شكرا. ده هي حلمت باللي في بطنها هم بنتين ولدين، العلم عند ربنا سبحانه وتعالى هو رزق ورزق حلو قوي، وان شاء الله هم منزلتهم حلوه بامر الله، منزلتهم من منزله القمر اللي شافته في السماء ومنزلتهم عاليه بامر الله. ويا ريت يعني لو يعني ما تخبرش حد بالرؤيه دي لان هي حاجه حلوه قوي وجميله قوي ان شاء الله، وربنا يرزقها برهم ويرزقها كده ان شاء الله يكونوا صالحين. لان يعني هنقول ان الرؤيه الصالحه بتتحسد زيها زي اي حاجه حلوه في الدنيا، فهي المفروض تحتفظ بالرؤيه الحلوه الجميله دي وما تقولهاش لحد، وربنا يرزقها ان شاء الله الخير ويديها بالرهم ان شاء الله. معانا ام مصطفى اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي عندي حلم ممكن حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا اخويا امبارح حلم ان هو ماشي على الميه وهو بيجري على الميه، بس ميه رايقه يعني مش ايه صافيه كده. تمام. فكان معاه واحد وهو بايده سناره، فاصطاد يقول اصطاد سمك بسيط. فوقعت منه في الميه.
بعد كده اصطاد سمكه بيقول لا هي سكسار لا هي سكسار ولا هي قراميل. يعني مبدئ الاثنين وبس كده، بس الميه صافيه خالص بيقول. ده اخوكي ولا مين اللي كان ماشي على الميه؟ نعم. مين اللي كان ماشي على الميه؟ اخوكي في المنام؟ اه اخوي. هو اخوكي كان كانت مراته حامل صح؟ لا هي لسه بتدور على حمل. هي ما هي كانت هي مراته كانت حامل وسقطت والله اعلم. هو بيسعى هو بيسعى في موضوع. ماشي ماشي يا مصطفى هكمل لك بقيه التفسير. ماشي شكرا. هو كده هو اخوها ان شاء الله يعني بامر الله كده هو في عنده مشاكل بس ربنا يعني كده مطلعوا المنزله حلوه. المشي على الميه دي منزله سيدنا الخضر وده احد الصالحين اللي اتكلم عنه القران قبل كده واحنا كلنا عارفين قصته اللي هو كان بيمشي على الميه يحط المنديل ويمشي مش عارف ايه كان كده ليه كرامات وليه بركات وهو ما كانش نبي لكن كان من الصالحين الزاهدين فهو ربنا كان سبحانه وتعالى كان بيسخر له كل حاجه بيقابلها فهو تقريبا كده اخوكي والله اعلم. ربنا معلي له مكانته بان هو صابر على الابتلاء اللي هو فيه ان هو ما فيش ما عندوش اولاد وان الموضوع ده لسه ربنا ما اكرمهوش لكن ان شاء الله والله اعلم كل حاجه بامر الله بتيجي بعد دعاء وبعد مصابره وبعد امل في وجه الله عز وجل وزي ما احنا عارفين ربنا قال احسنوا الظن بي وانا عند حسن ظن عبدي بي واللي هو لازم يحسن الظن بالله لان هو ان شاء الله كده منزلته حلوه والله اعلم. معانا مدام امل اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه لو سمحت انا كنت عايزه اسال عن تفسير الحلم. اتفضلي مع حضرتك. سامعاني؟ سامعه حضرتك اتفضلي. لو سمحت انا كنت عندي رؤيه عايزه افسرها. عندك ايه؟ علي صوتك كده لو سمحت شويه. سامعاني كده؟ ايوه. انا متزوجه بقالي 3 سنين وما خلفتش وعملت حقن ياما وبدور على خلفي. تمام. ونفسي ربنا يكرمني يعني ونروح الحرم. ربنا يرزقك الخير يا رب، ربنا يديكي من عنده ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. فانا شفت رؤيا ان انا نايمه ورايحه نصلي الزيام في الاقصى. ما شاء الله ما شاء الله. المسجد ده تمام. ومعايا بنت صغيره بنتي دي بتسلفي. عندها كام سنه؟ عندها 5 سنين. حلو. وبعدين انا متداريه ورا الصخره ان انا هدخل كده يعني وخايفه ان عارفه يعني ان المسجد الاقصى محتل كده فمتداريه ان حد يشوفني. فطلع واحد يهودي كده فانا اهتديت. دريت وانا داخله بقى كده من الباب ان انا هنصلي تمام هنصلي صلاه التراويح فيه يعني تمام فقمت وقراني الفجر بيها تمام. الله اكبر الله اكبر. رد علي لو سمحت بقى انا حافي بعد ما اقفل برد علي. حاضر يا حبيبتي ربنا ان شاء الله يكتب لك الخير يا رب ويكتب لك ان شاء الله السعاده في الدنيا والاخره. انت من الصابرين وانت عندك مشاكل مش الموضوع عندك موضوع الحمل ده مش مجرد حمل انه حاجه كده لا انت ممكن تكوني والله اعلم الله اعلم الله اعلم عندك سحر عندك حسد عندك حاجه قديمه العلم عند الله لكن انت هتجهدي وهتصبري وهتستمري وخليكي مع ربنا وادعي كتير وصلي صلاه التهجد وادعي فيها جامد على قد ما تقدري ما تضيعيش وقت في فرصه لاستجابه الدعوه الا لما تطرقي على باب الله عز وجل وتطلبي منه الحاجه اللي نفسك فيها لان في الاخر ان شاء الله ربنا هيديها لك. وانا بقولها من قلب اخت مسلمه صادقه او اخت في الدين او اخت في الوطن ايا كان انت ان شاء الله ربنا هينولك اللي في بالك بس انت هتبقي عارفه عدوك فين وعارفه انت بتعملي ايه وهتجهدي حلو قوي مع ربنا. الجهاد ده معناه يا جماعه جهاد النفس ده عند ربنا اقوى من جهاد في سبيل الله انك انت تطلعي تحاربي لا جهادك مع نفسك بينك وبين ربنا اقوى كتير 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 لانك بتغيري حاجات كتير في نفسك بتغيري حاجات كتير في اللي حواليكي فانت ان شاء الله بامر الله في مشاكلك مش سهله مشاكلك انت عندك احتلال الاحتلال ده عدو وانا عشان كده بقول لك يا سحر يا عين يا حسد الله اعلم العلم عند ربنا فانت لازم تجهدي كتير وتدعي كتير وتبقى عندك حسن ظن بالله وان شاء الله ربنا هينولك اللي في بالك بامر الله والله اعلم.
فدلوقتي يا جماعة والله زي ما انتوا شفتوا هي الأحلام اللي احنا سمعناها كلها أحلام جميلة جدا 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 وعظيمة وكلها خير وكلها بشرة، سواء الحاجة إن شاء الله سهلة وقربت أو حاجة فيها محتاجة جهد أو محتاجة مصابرة، لأن كل دي من عند ربنا. وأنا قلت لكم إن الرؤية الصالحة أو الرؤية دي حاجة ربنا بيبشرك بيها وحاجة جميلة وحاجة حلوة، وإن ربنا عايزك تحمديه وتشكريه وتسبحيه ليل ونهار على نعمته. والحاجة اللي فيها إنذار أو بيقول لك خلي بالك هنا في شر أو هنا في ضر أو هنا في أذى ولازم تجتهدي في إن الحاجة دي تبعد عنك، هي بتبعد عنك إزاي؟ أنت هتروحي تشيلي الصخرة مثلا اللي أنت شفتيها في المنام ولا تعملي؟ لأ، أنت بتجتهدي مع رب العالمين، تجتهدي في إنك أنت تصلي وإنك أنت تدعي ربنا كتير. تفضلي أنت لما تخبطي على باب جارتك تفضلي تدبي تدبي على الباب جامد 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 جامد، هو الباب هيتفتح هيتفتح، لأن هتقول لك إيه ده كفاية بقى زهقتيني. لكن ربنا مش هيقول لك كده، ربنا مش هيقول لك انت زهقتيني، ربنا هيقول لك هل من مزيد، هيقول لك ايوه كده انا كنت عايزه اسمع صوتك، عايزه عايز منك انك انت تفضلي تدعيني يعني تندهي عليا. ربنا عايز مننا ان احنا يعني كل شويه نقول يا رب يا رب يا رب يا رب. اكيد ربنا هيستجيب لنا ان شاء الله، واكيد ربنا ان شاء الله عمره ما بيخيب ظن حد، لما بيكون ظنك بالله كويس ربنا بيديك الخير. والعياذ بالله لو وحش دي حاجة تانية، والعياذ بالله ده دي منزلة تانية، وربنا يكفينا شرها يا رب. لكن احنا لازم نبقى مع ربنا، مع ربنا حلو قوي، ونفضل نقول يا رب لغاية لما ربنا ان شاء الله يحقق لنا احلامنا واملنا وطموحنا وكل حاجة حلوة بنتمناها. طبعا انتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله، لان الحاجات دي كلها احنا كلنا معرضين ليها، معرضين للحاجة الحلوة وللحاجة الوحشة. وربنا يا رب يكون يعني يجعل ايامنا كلها حلوه واحلامنا كلها حلوه، حتى لو شفنا حاجه وحشه مش هي قضاء ربنا، تبقى حاجه حلوه، لان اللي بيصبر على الحاجه الوحشه وبيقول يا رب اكيد ربنا بيديله في الاخر جزاء حلو، ربنا بيعوضه خير وبيبقى اخرته حلوه. والصبر مفتاح الفرج، وقال لك الصبر برضو مفتاح الجنه، يبقى احنا في ايدينا حاجات حلوه كتير، وربنا بيدينا حاجات حلوه وبيعوضنا باحلى منها، وربنا يجازينا ويجازيكوا خير، ويجعل كل ايامنا كلها احلام حلوه يا رب، ويجعل ايامنا كلها خير وبركه وسعاده وسرور في ظل طاعته، وفي ظل ان احنا نعمل اللي بيقول لنا عليه، واحنا في ايام مفترجه ايام جميله. ربنا يدينا ويديكوا الخير ويجعلها فتحه خير علينا، ويا رب يا رب كده شهر رمضان يجعله بشرة وهداية ورحمة وفرج لكل واحد عنده كرب، لكل مكروب. وأشكركم وفي رعاية الله، وإن شاء الله تصبحوا على أحلام جميلة. مع ألف سلامة، تصبحوا على خير.